تعريف وتمييز الشركة اللي حصل عليها، وفي نفس الوقت تعريف وتمييز للمستهلك اللي هو يقدر يعرف ان هذا المنتج موجود ازاي. شك ان في حاجات كتير مش موجوده عندنا برغم ان بعض الحاجات المشروع دي حاجات مصريه. ده جزء من اللي احنا بنحاول نعمله كوزاره الصناعه والتجاره بالتعاون مع كل مجال الصناعه. العلامه دي ستمنع من خلال مركز تحديث الصناعه، اتحط لها كرايتيريا او ضوابط وشروط للشركات اللي عايزه تشترك وتدخل في هذه العلامه بكل المميزات اللي هتكون فيها. واعتقد ان المهندس احمد ضافه بعد كده هتديني فكره عن ايه هي هذه الشروط.